هذا وقد شهدت عملية التصويت في الخارج في 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية خارج المملكة، شهدت إقبالا واسعا وتنظيما كبيرا سهل عملية المشاركة في الانتخابات التشريعية. لا شك أن الانتخابات هي ثمرة من ثمار الديمقراطية التي أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الكبير في مملكة البحرين. ولا شك أن يعني في جمهورية مصر العربية وجدنا هذا الإقبال منذ الصباح الباكر، وهذا الشيء يبشر بالخير، لأن جميع أطياف المجتمع البحريني مؤمنة بهذه الرسالة ومؤمنة بهذا المشروع الكبير. ونحن من خلال هذه التجربة، والتجربة الديمقراطية عموما هي تراكم خبرة، ولا شك أن يعني ما حققناه في خلال هذه الفترة القصيرة من عمر التجربة الديمقراطية والمسيرة الديمقراطية يدعو إلى الفخر والاعتزاز. عندنا اليوم طبعا بتواجدنا في لندن بالسفارة البحرينية في لندن للمشاركة في انتخابات في عام 2018. طبعا هذه الانتخابات في الواقع الآن تثبت لنا أن مشروع جلالة الملك الإصلاحي لم يعد مشروعا، بل بالعكس الآن أصبح واقع سياسي ونظام سياسي قائم بحد ذاته يعني. وبالتالي أعتقد بأننا اليوم نشهد في عام 2018 نشهد إقبال على الانتخابات، إقبال غير مسبوق، ووعي من الشعب البحريني بأهمية هذه الانتخابات يعني والمشاركة في صنع القرار. وبالتالي أعتقد بأننا جميعا هنا في لندن وفي البحرين وفي أي مكان آخر في العالم نشارك هذه المشاركة الشعبية التي بلا شك تخط خط وطريق لنا للمستقبل. الإقبال في الحقيقة هنا في لندن كما أراه اليوم أن هناك من المقيمين سواء كانوا طلبة أو غير ذلك أتوا من أماكن بعيدة بالقطارات وغير ذلك بمسافات بعيدة جدا، أتوا للتصويت والمشاركة، بما معناه أن هذا الحماس في الحقيقة حماس يعكس أهمية أو شعور الشعبي للمشاركة في هذه الانتخابات وأهميتها بالنسبة لنا من الناحية السياسية. تشرفت اليوم بتلبية نداء الواجب الوطني بتواجدي في سفارة مملكة البحرين في العاصمة البريطانية لندن، وهذا الحقيقة شرف كبير لكل مواطن بحريني أن يتواجد ويلبي نداء الواجب الوطني. واللي يثلج الصدر أكثر الحقيقة تواجد المواطنين البحرينيين بكثافة اليوم في سفارتنا، وندل ذلك دل على إيمانهم الراسخ بالمبادئ والركائز التي قام عليها ميثاق عملنا الوطني والمشروع الإصلاحي الكبير بقيادة سيدي صاحب الجلالة. والشكر موصول أيضا إلى معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفيرنا في المملكة المتحدة على هذا التنظيم وكافة القائمين حقيقة عليه في السفارة، وهذا التيسير للمواطنين من تيسير وسرعة إجراءات وتيسير للناخب. وأقول لكل بحرين مخلص حقيقة موعدنا إن شاء الله لتلبية الواجب يوم السبت 24 نوفمبر، والبحرين تستاهل صوتكم. وأنا في زيارة للندن في إجازة، بس موضوع التصويت هو واجب وطني، وإحنا طالما إحنا موجودين برا البلد وفي فرصة نروح لسفارة مملكتنا الحبيبة عشان نصوت، فإن اليوم نصوت وإن شاء الله خير للبحرين كلها. بشكر الناخبين اللي توافدوا من الصباح الباكر للسفارة، اللي يوون من عدة مناطق مختلفة جمهورية مصر العربية الشقيقة. نشكرهم ونتمنى نجاح العرس الديمقراطي، ونتمنى التوفيق للجميع في هذا الحدث الهام لمملكة البحرين. اليوم احنا جايين لسفارة البحرين في مصر عشان الانتخابات النيابية عشان نلبي واجب الوطن. احنا اليوم جايين ننتخب لنصوت الانتخابات النيابية واحنا خارج مملكة البحرين في مصر. الحمد لله ان يعني انا قدرت اعبر عن صوتي ويعني ارشح حق الشخص اللي اشوفه مناسب حق يمثل دائرتي،
وإن شاء الله نشوف البحرين في تطور زيادة إن شاء الله. طبعا يوم عزيز علينا حقيقة لأنه يجسد روح الديمقراطية في مملكة البحرين وروح الميثاق نفسه يعني. والله رأينا الحمد لله تنظيم من معالي الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين بالرياض على اهتمامه وترحيبه بالمواطنين المنتخبين، وعملية منظمة. احنا نشكر المملكة العربية السعودية والسفارة مملكة البحرين على السهل والتيسير للانتخابات، ونشكرهم على حفاوة الاستقبال، نشكرهم على حسن تسهيل حق انتخابات مملكة البحرين. جينا سفارة البحرين في الإمارات الحبيبة للتصويت للواجب الوطني، ونشكرهم على جزيل الشكر وعلى الخدمة اللي قدموها لنا والسهالة في الانتخابات. طبعا شعوري شعور أي مواطن سعيد بالمشاركة في هذه العرس الانتخابي أو العيد الانتخابي. طبعا هذا كله بفضل جلالة الملك الله يحفظه، ومهما كانت ظروفنا من دراسة وصعوبات نظل نحن نوقف مع بلدنا في هذا اليوم. إذن أشعر بالفخر والسعادة كوني أنا قاعدة أشارك في العرس البحريني، شعور لا يوصف الصراحة، كوني إحنا نشوف البحرين قاعدين يجهزون حق هاي الاحتفالية وحق هاي العرس البحريني والمسيرة الديمقراطية، وإحنا جايين هني نشارك بجزء بسيط نلبي الواجب.